الفقرة الأولى معانا، أنا بحب دايماً أتكلم عن النماذج أو النماذج للمرأة المصرية المختلفة الناجحة، فهو نموذج للمرأة المصرية الناجحة بس في مجالات مختلفة تحديداً في المجال الرياضي. هي عضو إدارة اتحاد الدارتس وكاتبة صحفية كمان في مختلف المجالات وفيمنست جداً. يعني خلينا نرحب بهبة عبد العزيز، عضو مجلس إدارة الدارتس والكاتبة الصحفية. بونجور. بونجور. صباح الهنا. صباح الفل. عفوا، ما تبي بتعملي انترفيو مع حد صديق ليكي فبتبقى أصعب. صباح الخير يا نهاوند. صباح النور والهنا يا هبه. طبعا انا وهبه اصدقاء يعني من سنين، وسعيده ان انت معانا النهارده. انا كمان مبسوطه. وكل مره بكتشف عنك حاجه جديده، يعني مره اكتشف عنها في لقاء انها فيمنست جدا وتعمل حاجات خاصه بالمراه، مره تانية اكتشف ان انت ليكي علاقه بالكتابه وتكتبي مقالات وحاجات لي علاقه شويه بالسياسه، وبعد كده دلوقتي رياضه ودارتس. خلينا نبدا يعني من هنا ونتعرف اكتر على الرياضه دي، لان مش كل الناس عندها علم برياضه الدارتس. زي ما كنت بقول في بدايه الحلقه، ناس بتاخدها ان هي لعبه، هوايه على المستوى اللي هو البسيط، لكن فكره ان يبقى عندي اتحاد ويبقى عندي بطولات ويبقى عندي ابطال ويبقى عندي رانكينجز كمان مصر داخلها، لا. خلينا نبدا من هنا. تمام، حلوه يعني بدايه كده موفقه ان احنا ابتدينا بالدارتس، لان يمكن ده كان يعني خلينا نبتدي اللي هو من الاخر. الحقيقه احنا كان عندنا فعاليه مهمه جدا كانت في الاقصر، والحقيقه الفعاليه دي انا هوندي يمكن عشان كنت لسه بتبتدي بتقولي برضو انه الناس كتير ما تعرفش ان الدارتس يعني مدرجه وموجوده ضمن الاتحادات اللي موجوده في مصر، ومتصوره بس انه هي لعبه كده الاولاد الصغيرين في المطاعم والحاجات اللي زي كده بتتسلى بيها. لا، الحقيقه احنا اشهرنا الاتحاد يعني في عهد سيادة الوزير أشرف صبحي، طبعا يعني بنشكره جدا، وكان في مجهود كبير الحقيقة قام بيه سيادة اللواء دكتور يحيى عبد القادر لإشهار اتحاد الدارتس. كان عندنا بقى الحقيقة البطولة بتاعت الأقصر يعني حققت نجاح كبير جدا، لأنه احنا استضفنا البطولة الدولية طبعا المصرية الدولية، استضفنا البطولة العربية والبطولة الأفريقية طبعا يعني كانت في الأقصر. ده جزء. الجزء كمان اللي مهم جدا الحقيقة أنه احنا خلال الفترة اللي فاتت دي يمكن حققنا أو مصر تقدمت جدا في البطولة دي، لأنه مصر هي مقر الاتحاد العربي والاتحاد الأفريقي أيضا. الرياضة دي الحقيقة يعني أنا نفسي أنها تنتشر على مستوى أكبر من كده لعدة أسباب. أولا الرياضة رياضة يعني تعتبر عارفة اللي هي ممكن تكون حاجه فاميلي، حاجه ممكن الاسره كلها ان هي تقدر تمارسها، مش مرتبطه بسن معين، مش مكلفه ابدا. بالظبط، هي طبعا ضمن رياضات الرمايه او ضمن العاب الرمايه، لعبه من ضمن الثلاث العاب بتاعه الرمايه، ممكن تمارس في المدارس في الجامعات، ليها علاقه كمان بالسياحه، وده يعني بيطبق في عدد كبير جدا من الدول. انت كنتي بتمارسيها هبه ولا دخلتي على طول على الاتحاد؟ لا الحقيقه قبل ما يعني قبل ما ادخل الاتحاد لا، كانت دي اول مره يعني، وكان يعني ليه الشرف والسعاده انه لعبت اول مره مع دكتور يحيى رئيس الاتحاد الحقيقه، وحبيت الرياضه جدا جدا يا نهاوند، لانه زي ما بقول لك هي بسيطه بس في نفس الوقت هي علاقه يعني ليها علاقه كمان بالتفكير وبالحسابات يعني بالظبط، مش بس مجرد زي ما هي بتبان كده ان هو يعني لوحه وبنصوب عليها السهم، لا ده هي ليها علاقه كمان بالتفكير. والجميل جدا فيها بقى كمان يعني لان انا برضو يعني انا عضو اتحاد مجلس اداره اتحاد الدارتس، وكمان جوه عندنا البارا دارتس اللي هي الخاصه بذوي الهمم، يعني انا عضو برضو في اللجنه. الحقيقه الرياضه دي الجميل جدا فيها ان هي بتجمع ما بين الاثنين، يعني ممكن انسان طبيعي يمارسها وكمان ذوي الهمم مع بعض في نفس. بس ليها سيستم او تكنيك معين تاني لذوي الهمم؟ لا اطلاقا اطلاقا، وده يمكن بالظبط وده يمكن الجميل جدا فيها يعني. طيب ده شيء رائع جدا كبدايه عن الدارتس. ويمكن حاجه كمان انا يعني حابه اقول لك ان من ضمن بقى اهم اهدافنا المحوريه يعني خلال السنه دي، انه احنا الحقيقه يعني بنتطلع او مصر هتتقدم لاستضافه كاس العالم للدارتس 2027. واحنا اجتمعنا كمجلس اداره يمكن في اجتماعنا الاخير الحقيقه يعني اجتمعت الاراء على اختيار العاصمه الاداريه الجديده وتحديدا يعني المدينه الرياضيه، وبنتطلع طبعا لموافقه سياده يعني الوزير أشرف صبحي على تقديم ملف دقيق شكلا وموضوعا بقى عن العاصمة الإدارية بكل تفاصيلها. وشايفة الحقيقة أنه دي فرصة حلوة جدا جدا، لأنه هتشارك حوالي 85 دولة، ودي فرصة حلوة أن احنا نوريهم بقى يعني الجمهورية الجديدة بشكل جديد وشكل جاذب. ومن هنا كمان بدعو الحقيقة وزارة السياحة أنه هي يعني تستغل أو بلاش تستغل، السياحة تستفيد الرياضية بقى ملف السياحة الرياضية نشتغل عليه أكثر، تستفيد كمان من الفرصة دي، خاصة أن
الرياضه دي مرتبطه ارتباط وثيق جدا بالسياحه، وده بيمارس في معظم الدول تقريبا يعني. طب هي مصر لو هتكلم عالميا انا واصله لفين في الدارتس تحديدا؟ لا الحمد لله، احنا خلال الفتره اللي فاتت يعني كنت لسه بقول لك، احنا كان عندنا في مارس اللي فات البطوله المصريه والافريقيه والعربيه، الحقيقه حققنا نجاحات جميله جدا، وان احنا بدانا الحديث بالحوار عن المراه، فالمراه كانت الحقيقه معانا محققه نجاحات كويسه جدا، والمراه السعوديه بقى تحديدا يعني. لا. لان كان معانا بجد كان معانا الحقيقه لاعبه اسمها رقيه من نجاح حمادي، وهي من ذوي الهمم. رقيه الحقيقه قدرت تحقق يعني ارقام حلوه جدا فيها، و يعني وكافه المشاركين الحقيقه يعني من مصر ومن العالم العربي. كويس، وكترتيب عالمي تعرفي احنا ترتيبنا تقريبا كام؟ لا احنا لسه الحقيقه لسه لانه شوية. بالظبط، لانه احنا بدانا نهاوند الحقيقه للاسف الشديد يعني بدانا متاخر، بس ان تاتي متاخرا خيرا من ان لا تاتي. لان الرياضه بتمارس على مستوى العالم بقى لها فتره طويله جدا، يمكن عندنا الاهتمام.